الدوري. ولداد يدعو في حديث خاص لقناة المرابطون إلى تعزيز الوحدة الوطنية ومقاطعة الاستفتاء الشعبي المرتقب. الاستقلال المالي للاتحاد الإفريقي يأخذ حيزا من نقاشات القادة الأفارقة خلال القمة 29 بأديس أبابا. اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين ينظم مهرجانه السنوي 11 بنواكشوط حول الأدب في خدمة التنمية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. دعا رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد الداداه الشعب الموريتاني والقوى السياسية إلى تعزيز الوحدة الوطنية ومقاطعة الاستفتاء المرتقب على التعديلات الدستورية. وأشاد ولداده في حديث خاص لقناة المرابطون، أشاد بموقف مجلس الشيوخ الموريتاني الذي صوت أغلب أعضائه ضد التعديل الدستوري. موجه نداء للشعب الموريتاني بجميع أطيافه والكافة القوة السياسية فيه، أولاً بتعزيز وحدتهم الوطنية وأنها فوق كل الاعتبارات، وأيضاً أنهم يقاطعوا هذه اللعبة ولا يطفقهم هذا اللي مبارك معها ما يسمى استفتاء. وهون نختار نحيي الشعب الموريتاني على صبره ومثابرته ونضاله، ومن من من هذا في نطاق هذا النضال، وحي ايضا موقف مجلس الشيوخ اللي تحدى النظام اللي كان معقول عليه من اجل الحق. وقال ولداده إن البلد يمر بمنعطف سياسي واقتصادي يحتاج لاستقرار وتعزيز للوحدة الوطنية، مضيفا أن الفساد بلغ مستوى كبيرا في البلاد. البلد اليوم منعطف تاريخه، منعطف سياسي، ومنعطف أيضا اقتصادي ربما، ويحتاج قبل كل شيء من أجل إنماء قدراته يحتاج الاستقرار، ويحتاج لتعزيز وحدته الوطنية. لا شك أن الفساد اليوم بلغ مستوى لم يسبق له مثيل، جعل الأخضر واليابس، وهذا حقيقة كيف اللي ما هو راجي خير من الشعب الموريتاني. قال حزب اللقاء الديمقراطي أنه قرر المشاركة في الاستفتاء الشعبي المرتقب على الدستور في 5 من شهر أغسطس القادم والتصويت بلا. وأكد الحزب خلال مؤتمر صحفي عقده بنواكشوط، أكد أن قراره جاء انسجاما مع إرادة الشعب الموريتاني التي قال إنها أكدت رفضها للتعديلات الدستورية. نتابع تفاصيل في سياق التقرير التالي. حزب اللقاء الديمقراطي الوطني ينظم بنواكشوط مؤتمرا صحفيا لتقديم رؤيته وموقفه بشأن قضايا تتصدر المشهد السياسي في موريتانيا، في مقدمتها التعديلات الدستورية المرتقبة بإجراء استفتاء شعبي حولها شهر أغسطس القادم. وقد أعلن الحزب مشاركته في الاستفتاء المزمع تنظيمه شهر أغسطس القادم من خلال التصويت ضدها لأسباب مختلفة، بعضها يتعلق بالوضع السياسي العام في البلاد،
وآخر برغبة المواطنين وتعلقهم بالرموز ووقوفهم ضد مساعي النظام الهادفة إلى الالتفاف عليها، يقول الحزب. لقد وجدنا أنه لا مناص لمسايرة شعبنا في خياراته الراجضة لمشروع النظام الذي ستشكل هزيمته فرصة لا تعوض للتخلص منه، رغم ما يدعيه رأسه من أنه لن يستقيل حتى ولو هزمت تعديلاته بالاستفتاء. كما أننا لم نجد مصوغا لترك الحبل على الغارب للنظام لينفرد بإرادة الشعب الموريتاني ويعزو له ما يروق له من نتائج سوفيتية تزول نسبة المشاركة والموافقة. واعتبر الحزب أن القرار الأنجع في ظرفية كهذه والمشاركة والتصويت بلا، وهو الموقف الذي تتبناه بعض أحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، فيما تدعو بعض أحزابه إلى مقاطعة الاستفتاء الشعبي المرتقب. هذه المسلمتين احنا رافضين، شنو هما المسلمتين؟ لولا من ذاك اللي دور الحاكم عنه نافذ على كل حال. احنا راكين قالنا ولا عبد العزيز معدل الاستفتاء وبالتالي لا ينجح فيه. رواية وكفطت وفات. كأن قراره قضاء وقدر. هذه صفات إلهية احنا ما مسلمين بها. ويقول حزب اللقاء الديمقراطي انه يسعى الى القيام بخطوات في سبيل حث المواطنين على التصويت ضد التعديلات الدستورية المزمع تنظيمها في البلاد، داعيا القوى الحية الساعية للمشاركة والتصويت ضد مشروع التعديلات لتنسيق وتوحيد الجهود في سبيل كسب رهان التحدي. قال عضو مجلس الشيوخ الموريتاني رئيس لجنة رئيس خلية الأزمة داخل المجلس الشيخ الحلنة، قال إنه لا يوجد قانون ينظم الاستفتاءات في موريتانيا، وإن الاعتماد على المادة 38 لإجراء تعديل الدستور تعتبر تجنن عليه. وأضاف والحلنة في مداخلة له خلال جلسة عقدها مجلس الشيوخ الموريتاني، أضاف أن الخروج عن القانون يعتبر أمرا خطيرا خصوصا على الديمقراطيات الناشئة. لا يوجد قانون ينظم الاستفتاءات، وهذا هو اللي طرح إشكال أن البعض يحاول يجن على الدستور ويقول المادة 38 أنها يقدر يعدل عن طريق تعديل دستوري، وذلك غير صحيح، لأنه ما جاء نتيجة قلة هذا هو اللي أدى أن البعض يحاول القفز على ذاك الدستور. وهون جينا جاك نوضح ذلك باللي هناك نوعين من الاستفتاءات، الاستفتاءات التأسيسية ولا الدستورية التي من شأنها تعديل الدستور، وذلك الاستفتاءات المختص بها باب 11 من الدستور المادة 99 100 101 والمادة 38 كما سيوضح في القانون الجديد، توضح أنها مختصة بالاستفتاءات التشريعية اللي تعين في الأمور الاجتماعية وغيرها من القوانين الخاصة. لذلك نرى أن هذا القانون كان ضروري، وضروري لأنه لا يحيل لبس، يحاول بعض الركوب عليه من أجل القفز على الدستور ومن أجل الخروج عن القانون، وهذا أمر خطير، خصوصا نحن في ديمقراطية ناشئة ودولة ضعيفة، ويجب أن الاحترام الدستوري يتم بشكل مناسب، لأن هذا فيه خطورة على اللحمة الوطنية. انتقد عضو مجلس الشيوخ الموريتاني الشيخ عمر الفتح والسيدي عبد القادر انتقد تعديل الموازنة العامة السنوية في موريتانيا. وقال والسيدي عبد القادر في مداخلة له خلال جلسة لمجلس الشيوخ، قال إن الحكومة لا تولي أي اهتمام للغرفة التشريعية في البلاد. حسب كان وزير المالية يقول أعلنوا القضية مستعجلة بالنسبة له، واحنا قبضنا حقنا القانوني والدستوري على ان نختار نشوف الميزانيه، نشوف اذا المطروح فيها شنو، المعدل فيها شنو، و لكن رغم انها ميزانيه معدله في نفس السنه، وهي روايه حقيقه عودونا عليها وفتنهون تكلمنا مرات عديده على ان هذا التعديل قاع ما هو مسؤول به اللي مده في دوله وحكومه ما هي جديده ولا هي سنتها الاولى، رئيس ما هي سنته الاولى ولا هي سنته الثانيه، يلا قاعد لا تعرف الموازنه الكافيتها واللي ذكيه تعود مطروحه. التغيب حقيقه عن الميزانيه يوضح قضيه اخرى خطيره، هي على ان هذه الدوله الان والله الحكومه القائمه الان لهذه الدوله الذي ينقال له القضيه التشريعيه والمجالس التشريعيه اللي هي
ثاني سلطة بعد السلطة التنفيذية. بالنسبة لها قاع ما هي مهمة. نظم اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين مهرجانه السنوي 11 بالعاصمة نواكشوط وسط مشاركة عشرات الشعراء والأدباء. وقال وزير الثقافة والصناعة التقليدية محمد أمين الشيخ إن شعار المهرجان ينسجم مع المرحلة التي تمر بها موريتانيا حيث تخطو نحو التنمية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين يطلق فعاليات النسخة 11 من مهرجان الأدب الموريتاني تحت الشعار الأدب في خدمة التنمية. المهرجان الذي يتواصل على مدى 3 أيام يشمل أماسي شعرية يبوح فيها على منبر القصيد زهاء 100 شاعر موريتاني في طليعتهم شعراء من رواد القصيدة الموريتانية الحديثة وعشرات الأسماء الشبابية في الجيل الجديد بالساحة الشعرية الموريتانية. وزير الثقافة والصناعة التقليدية في كلمته بالمناسبة قال إن تنظيم هذه النسخة من مهرجان الأدب الموريتاني فرصة سانحة للتذكير بأهمية الحركة الأدبية والرسالة التي تؤديها في الأوساط الاجتماعية والنخب الثقافية. يسعدني أن أكون معكم اليوم في هذا الحفل الافتتاحي للنسخة 11 من مهرجان الأدب الموريتاني، وهي مناسبة سانحة للتذكير بأهمية الحركة الأدبية والرسالة التي تؤديها في الأوساط الاجتماعية والنخب الثقافية. رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين تحدث عن الأدوار التي يطلع بها الاتحاد والمجالات التي يعمل فيها والتحديات التي يواجه. هذا الاتحاد هو اتحاد تأسس على أساس خدمة الأدب والفكر والثقافة في هذا البلد. أسس من أول يوم على احترام الأدباء، احترام الأدب، احترام الجدود الذين تركوا لنا إرثا عظيما، وكان التحدي الأكبر أن نحافظ على هذا الإرث. ولكن التحدي الذي جاء بعد التحدي الأكبر ولا أعرف كيف أصفه هو كيف نتجاوز هؤلاء العمالقة الذين سبقونا لنساهم في زماننا ونضع لبنات أساسية فيه. جيل التأسيس كان حاضرا في الأمسية الافتتاحية للمهرجان، حيث تحدث السلف عن أحلام التأسيس والطموح الذي تمسك به رواد الاتحاد ورواد الأدب الموريتاني الحديث. أحيي ذكرى أولئك الذين غادرونا، من ذكرت منهم ومن لم أذكر، وأشد على أيدي هؤلاء الفتية الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ما عاهدوا شعبهم عليه، أن يظلوا مرابطين على هذا الثغر العظيم، ثغر الكلمة، الكلمة النافذة، الكلمة الموحية، الكلمة المربية، الكلمة المرقية، الكلمة التي هي أم الفعل. ولا يخفى عليكم أنه لا ثروة نملكها أعظم من هذه الثروة التي أنتم خزنتها وأنتم سدنتها. هل لموريتانيا ماذاك إلا ومضة من سراجك المتلالي؟ هل لي يا بلاد ما نحن إلا قطرة من معينك السلسالي؟ وابشري صفقي، وابشري صفقي لوذبة نبع، وابشري صفقي لوذبة نبع ظل يسقي مواكب الأجيال. حاول الغرب حبسه ذات يوم عن مجاريه عبر هذه الرمال، وانبرى ينضغ السدود ويجري لا يبالي بشأنها لا يبالي. هذا وتميز الحفل بتكريم شخصيات أسهمت في رعاية وتشجيع الثقافة وفتح فضاء ثقافي وفكري وأدبي وعلمي أمام النخبة الموريتانية أخرى كان لها دور في التعريب وتشجيع اللغة العربية. إلى الشأن الفلسطيني، حيث نددت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية بالتصعيد الذي تتعرض له مدينة القدس المحتلة، محملة سلطات الاحتلال كامل المسؤولية فيما يحصل. ودعت القوى الوطنية الفلسطينية في بيان صادر عنها، دعت أبناء الشعب الفلسطيني للمرابطة في المسجد الأقصى والدفاع عنه وتوحيد المرجعية في إطار منظمة تحرير الفلسطينية لتشكل رافعة لحماية المدينة
المدينة المقدسة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. حملت القوى الوطنية الإسلامية حكومة الاحتلال الصهيوني مسؤولية التصعيد الخطير والإجرامي الذي تتعرض له مدينة القدس المحتلة، وأشارت القوى خلال اجتماع عقدته الاثنين في رام الله إلى الإمعان الصهيوني في مواصلة بناء وتوسيع الاستيطان المستمر والقرارات الحكومية الأخيرة بالعطاءات الاستيطانية مترافقا مع البناء تحت حائط البراق بإقامة طابق جديد واقتحامات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك. ولفتت إلى القرار الأخير باستئناف أعضاء الكنيسة الاقتحامات في ظل سياسة تصعيدية تهدف لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي لمحاولة تغيير مكانة القدس القانونية وطابعها الإسلامي والعربي بخطوات تهويدية يومية، وطالبت بتدخل عاجل على المستوى العربي والإسلامي والدولي لحماية القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الأقصى الذي يتعرض للاعتداءات اليومية. ودعت القوى في بيان لها أبناء الشعب الفلسطيني للمرابطة في الأقصى والدفاع عنه من هذا الاستهداف وتوحيد المرجعية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية لتشكل رافعة لحماية المدينة المقدسة عاصمة دولتنا المستقلة. وطالبت البرلمانات الدولية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالوقوف أمام دورها للضغط على الاحتلال ورفض الاعتقالات التي تجري، والتي كان آخرها اعتقال النائب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالد جرار. وشددت القوى على رفضها لمحاولات زج بمقاومة الشعب الفلسطيني وفصائله الوطنية فيما يسمى الإرهاب وحقها في المقاومة المكفول بكل القوانين والشرائع الدولية ومحاولات الاحتلال للنيل من شهداء شعبنا كما جرى مع الشهيدة دلال المغربي والاعتداء على صرح الشهيد خالد الزال في جنين وإزالته. وثمنت القوى قرار بلدية يموريد في مقاطعة مدريد في إسبانيا بتبنيها قرارا بالانضمام إلى حملة مكافحة الفصل العنصري ومقاطعة الاحتلال، كما ثمنت تحقيق نجاحات حركة المقاطعة الدولية PDS على مستوى العالم وأهمية مرافقة ذلك بتفعيل المقاطعة الداخلية ورفض التطبيع مع الاحتلال. نهاية نشرة أخبار السادسة من قناة مرابطون وقد تابعتم فيها. ولد الداه يدعو في حديث خاص لقناة المرابطون إلى تعزيز الوحدة الوطنية ومقاطعة الاستفتاء الشعبي المرتقب. الاستقلال المالي للاتحاد الإفريقي يأخذ حيزا من نقاشات القادة الأفارقة خلال القمة 29 بأديس أبابا. اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين ينظم مهرجانه السنوي 11 بنواكشوط حول الأدب في خدمة تنمية. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. السادسة والنصف تتابعون حلقة هذا المساء من برنامج المشهد وتناقش موضوع الاستفتاء الشعبي المرتقب. التاسعة نشرة إخبارية مفصلة بحول الله. السلام عليكم.